نعم، الأمل معقود ما دمنا نستطيع أن نلتقي اليوم في بيروت لنحاور الدكتور نصر حامد أبو زيد، لا لنطلب منه تزويدنا بالأجوبة، ولكن لنطلب منه أن لا يبخل في تحريضنا على التفكير وعلى طرح الأسئلة. وشكرا لكم. أنا محمد علي الأتاسي. اللي بيني وبينه أكبر من مجرد قصة حب وزواج، يعني في حاجات كتيرة، يعني كالصداقة والشراكة والاهتمامات المشتركة. الحب أول حاجة، والاحترام المتبادل، واللي أخطر من كل هذا الصداقة. يعني لما الزوجين يتخانقوا الصديقين يقعدوا مع بعض يحلوا مشاكل الزوجين، يعني ازاي؟ بس الحب عندي مش أعمى، يعني دايما أقول له الحب مش أعمى، أنت قصير وتخين، يعني الحب مش مخليك طويل وغزال، يعني لا، في انجذاب برضو للشكل. المتضادين بيتجاذبوا، هو طول عمره يحلم بأنه يتزوج حد نحيف. يعني نصر وابتهال كانوا تمرد على كل حاجة، يعني حتى على أصدقاء نصر، حتى على أصدقاء ابتهال، يعني من اللحظة الأولى على فكرة، مش بس أثناء القضية. يعني لا أدري لماذا ترددت في ذهني أبيات صلاح عبد الصبور، معذرة يا صحبتي، لم تثمر الأشجار هذا العام، فجئتكم بأردأ الطعام، ولست باخلا وإنما فقيرة خزائني، مقفرة حقول حنطتي، والشمعة الوحيدة التي وجدتها لكم بجيب معطفي أشعلتها لكم. يسمح لي أخ العزيز علي أن أتجاهل أسئلته، وأنا أعتقد أنه لن يحزنه ذلك كثيرا، لأننا جئنا هنا معا لكي نتناقش بأسئلتكم أنتم، وليس بأسئلته هو أو بأسئلتي أنا، وأننا بدلا من المقدمات ندخل في الحوار، إذا سمح لي الأخ الصديق والابن. أنا أقمعه الآن بسلطة الأبوة، تعرفون أن الأبوة سلطة أيضا. المشروع الفكري لنصر أبو زيد ليس مشروع هو فقط ولا مشروعي أنا فقط، هو مشروع الكثيرين، فاهم إزاي؟ يعني أظن أن مشروع الفكري في مجال أكثر حيوية من، يعني اظن ان مشروع ابو زيد الفكري هو مشروعك انت ايضا، اظن اثره فيا يعني واثره في اللي حواليا. اتصور انه مش فكره انه بيقدم لنا افكار جديده،
كويس، كان بيعلمنا طريقة مختلفة في التفكير، وده الأخطر يعني. يعني علمنا إن مفيش حاجة اسمها بداهة، كويس، مفيش حاجة اسمها الحاجات صح لأنه غالبا الآخرين التانيين بيقولوا عليها صح، الحاجات صح لأنك لازم تكون توصلت لها بطريقتك الخاصة إن هي صح. وصح ليه؟ المقدس هل هو موضوع للنقاش؟ السؤال ما هو المقدس؟ يعني نستخدم كلمة المقدس، هذه الشجرة مقدسة عند بعض الناس، ما الذي جعلها مقدسة؟ الناس آمنوا بها. القداسة ليست صفة قارة جوهرية في الشيء. البقرة مقدسة عند الهندوس. المقدس صفة يمنحها البشر لمكان، لزمان، لمفهوم، للحظة، لبقعة من الأرض. فيظل المقدس في علاقة أيضا مع المدنس. لا مقدس بدون مدنس. إذا افترضنا الإنسان مدنس فهو الذي يصنع المقدس، ولو غيبنا الإنسان من المعادلة كلها ليس هناك مقدس. فتعريف المقدس ليس شيء قار هناك فرض نفسه، وإنما المقدس إيمان الجماعة، إيمان. ومن هنا نأخذ المسألة بهذا المدخل، ويدخل في هذا المقدس المقدس الديني عند المسلمين. الكعبة مقدسة، والكعبة مكان، مكان. يعني إذا أخذت مقولة المعتزلة هي مكان، والمعتزلة يصلون إلى حد القول أن الطواف حول الكعبة كأنه طواف حول وثن. لكن ما الذي جعله مقدسا؟ ما الذي أعطاه المعنى؟ هنا بتدخل في أنثروبولوجية المعرفة. ماذا تعني بناء الكعبة المسدس بالنسبة لغير المسلم؟ ليس مقدسا بالنسبة له. إذن المقدس والمدنس مرة أخرى موضوع للنقاش. أصبح الخطاب الديني المعاصر بيدي تأكيد أولوية لصفات الجلال، لصفة الرحمة والمودة والحب، صفات الرائبة، صفات الجمال المتصوفة، هي الصفات اللي تجعل العلاقة مع الله، مع المطلق، وخبالك علاقة ليست قائمة على الخوف قد ما هي قائمة على الأمل. والأمل بيجعل حياة الإنسان منتجة، الخوف يجعل حياة الإنسان غير منتجة، الإيمان قيمة، قيمة هائلة جدا 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 في الحياة. وأنت لا تستطيع أن تنتج ولا أن تشارك في صنع الحياة، سواء في الفكر أو في أي مجال من مجالات الحياة، إلا بشكل مباشر. لا حصل يعني شيء ولا في أنا قلت إحنا في رواية من روايات كافكا يعني شيء لا يتوقعه ولا يتخيله عقل بشري. عارفة دي قضية فريدة من نوعها، يعني في من حيث شكلها، من حيث تقديمها، من حيث الحكم فيها، من حيث كل البروسس اللي حصلت أثناء القضية دي. قضية يعني انا رايي انها علامه، ها، مش ممكن يتكتب تاريخ القضاء في مصر غير ما الناس تقف كتير قدام القضيه دي. طب كيف خبرته الحكم؟ بالتليفون من صديق صحفي. حكى معاكي ولا معاه؟ بالنسبه لحكم الاستئناف لا، حكى معي، انا اللي برد على التليفون. مش عارفه قال لي ايه، فبقول له ايه في ايه، قال لي ايه في ايه، ما عرفتوش، الحكم صدر ضدكم يا دكتور. بس على فكره المنطقه ديت لغايه ما سبت مصر غائمه جدا،
يعني كل الناس اللي جم بيتي باستثناء مثلا مكالمة بعض الأشياء اللي أنا مش نسيب، بس كل الناس اللي جم بيتي غائمة، لأن يبدو أن أنا كنت بقابل الناس وبكلم الناس وأنا يعني في شبه غيبوبة ما كأن شيء ده بيحصل لحد تاني. أنا في حالات الحزن الشديد أبقى كده، كأن الأمر حاصل لحد تاني. أنا مش متذكر، هل طبعا ذاكرتها أفضل من ذاكرتي في الوقت ده؟ ممكن أكون بكيت. ما قلتلوش حاجة، مسكت إيديه وقلت له ما تخافش محدش هيفرقنا عن بعض فقط. ثم بعد ذلك بقى توالت الزيارات والاتصالات، وتحرك بعض الأصدقاء فحطت الحكومة حراسة مشددة على المنزل، وبعدين طلب منه أن يكتب رد على يعني محامين جم وجابوا له الحكم وقالوا له إحنا محتاجين يعني إحنا محامين لكن مش مفكرين، ففي بعض الفقرات في الحكم يجب أن تساعدنا بأنك تكتب لنا أنت الرد، يعني نرد عليه إزاي يعني. فبدأ في الكتابة ثم انفجر غضبا وقال هذا كلام، يعني أحس أن هذا الرجل القاضي يتبول داخل عقلي. وبعدين قال لي وأنا مالي ومال العباط أدافع عنهم ليه، وأنا مالي ومال النساء أدافع عنهم ليه، أنا رجل شرقي مسلم أمارس الديكتاتورية بقى زي ما أنا عايز، وروح يعملي لي شاي. قلت له أقول لك إيه، اجري أنت عامل شاي وعمل لي قهوة معك بس. فضحك خلاص. يقول الأستاذ نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص إن ألوهية مصدر النص لا تنفي واقعيته، فماذا يقصد الأستاذ أبو زيد بذلك؟ هل أن النص التاريخي الذي تكلم عنه وهو نص إلهي واقعي، أي أن الله عز وجل يتفاعل مع الواقع والتاريخ بكلامه مع الناس، أم أن النص منفي عن ذلك، أي أنه غير موجود في اللوح المحفوظ وأنه ابن ساعته؟ فأرجو أن يوضح لنا الأستاذ أبو زيد هذه المقولة. ما معنى أن القول بواقعية النص لا ينفي ألوهيته؟ النص واقعي نعم، أنه من مصدر إلهي نعم. تاريخية النص تتضمن مجموعة من الأبعاد. البعد الأول أنه واقعة تاريخية لم يكن موجودا قبل القرن السابع ووجد، واقعة تاريخية، لكن الذي خلقه بعد ذلك بعض المفسرين من وجود القرآن في اللوح المحفوظ القديم باللغة العربية، كل حرف فيه يساوي في حجم جبل سموه جبل قاف. هذا التصور يثير مشكلات لاهوتية عديدة، لأن اللوح المحفوظ القديم وجد مع الله القديم، فهناك قديمان، وأي لاهوتي يمكن وجود قديم إلى جانب الله؟ وهذا مرتبط بمفهوم أن القرآن كلام الله الأزلي القديم، ونحن نعرف الخلاف حول هذا المفهوم. وبالتالي البعد الأول أن القرآن واقعة تاريخية، أنه لم يكن هناك قرآن قبل الربع الأول من القرن السابع 622، لم يكن هناك قرآن، وبدأ القرآن منجما على 24 سنة، هذه أيضا ظاهرة تاريخية أخرى. ونحن نعلم علاقة القرآن بالوقائع، يتبدى ذلك ويسألونك، تكرر هذه العبارة ويسألونك، فهناك السؤال وهناك إجابة على هذا السؤال. بعد ذلك عملية جمع القرآن نفسها عملية تاريخية، والنص ظل يتفاعل مع التاريخ هنا، فهو من حيث تاريخيته هو واقعة تاريخية. من جانب آخر هناك شواهد تاريخية عديدة تحيل إلى وقائع تاريخية،
حدث التزويج النبي عليه السلام بزوجة زيد التي كانت زوجة لزيد واقعة تاريخية القرآن يتحدث عنها. يعني هناك شواهد تاريخية في 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 بنية النص وفي مضمون النص، ليس المقصود من هذه الشواهد التاريخية التاريخ، وإنما المقصود منها معاني ودلالات أخرى يمكن استنباطها من بنية السرد هذه. لكن تختلط كلمة حين أقول القرآن نص تاريخي، يتصور كثير من الناس التاريخية بمعنى الزمانية، فالظاهرة التاريخية غير الظاهرة الزمانية. الظاهرة الزمانية ترتبط بلحظة تولدها وتموت، الظاهرة التاريخية لها بدء ولها استمرار في التاريخ. الاستمرار في التاريخ مرهون بمن؟ مرهون بالمؤمنين. وما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بمن؟ بالكيف؟ بالمؤمنين. لو اختفى المؤمنون بهذا الكتاب، لو اختفى المؤمنون بالقرآن، لو نفي القرآن من الصدور كما يقول القدماء، ماذا يبقى؟ فيدخل في عنصر النص التاريخي هنا عنصر المؤمنين بهذا التاريخ، بهذا النص، والمتواصلين مع هذا النص، والمبدعين للمعاني المتتالية المنبثقة عن هذا النص أو عن تفاعلهم مع هذا النص. دكتور، بالعادة يعني حتى أنت كتبت نص مرة تنتقد فيه يعني ظهورك على التلفزيون بالشكل هذا، وكان في إحساس عندي أنه من خلال قراءتك النقدية لهذا البرنامج أنك ستكون حذر أكثر في التعامل مع البرنامج خصوصا مع الجزيرة. أنا واثق من قدرتي على التعامل مع هذه المواقف المختلفة بحكم خبرتي. طبعا ما عنديش خبرة في التعامل مع الإعلامي، بس خبرتي في التعامل مع الشباب، في التعامل مع النقاشات العامة، في التعامل مع هذا. يعني مش خايف، ولا يجب ان انا ابني على على مش خايف التخوف. متخوف يعني عندك حذر. التخوف قائم دائما، واخد بالك؟ يعني الجهاز الإعلامي اخطر جهاز، الناس الان لا تقرأ. هاي رح سجل لك النسخة. اوكي، بس تخلص التعطيل يعني. سيدي من اولها؟ لا، هذه من هناك بعد 3 ساعات. يعني لا أفهم ما المقصود بالضبط بنقطة مرجعية. نقطة مرجعية هي نقطة الحقيقة التي لا تقبل النقاش، بينما تعريف الحقيقة علميا هي الحقيقة التي يمكن نقضها. يعني أنا لا أريد أن أضع المسائل النسبية، إنما أريد أن أعترف بحقيقة الآخر. يعني أنا أؤمن بالحقيقة، هذه هي الحقيقة بالنسبة لي، لكن هناك الآخر المواطن الذي يعيش معي في نفس الوطن يؤمن بحقيقة أخرى. هل يجب أن أقتله لأن مرجعيته هي الحقيقة المطلقة وبالتالي مرجعيته هي حقيقة زائفة؟ طبعا هذا يحدث يا سيدتي دائما بالحوار الفكري. تتطور المعرفة حين يكون الحوار مستمرا على هذا النمط، وبالتالي تتطور المعرفة بناء على عدم القول بوجود حقيقة نهائية ومطلقة. وجود حقيقة نهائية زي ما انت ما عدتش بخاف. يعني الحقيقة بالنسبة لك مهم،
لكن مش بالنسبه لك الزبون ما بيقولش انت بتقطع. بس دكتور لسه الاسئله كانت في منها استفزازي اه طبعا يعني بس قليل اذا قارنتها ببرنامج محمد عماره قليل جدا يعني. وكان في متدخلين اللي يعني عملوني صلب عاوز بالله وده انا ما بحبوش يعني. يعني المفكر الكبير يعني يعني مبالغات ما هي ما هو ما المبالغه مبالغه سواء تبقى ضدك او تبقى معاك يعني. بس انا راضي عن يعني اسد افكار مهمه والقيت بعض الحجار بالمستقبل اكيد، ولكن بضل مقارنه بكتابتك وقدرتك على سرد افكارك وصياغتها من خلال الكتابه بضل هذا في خيانه لفكرك لانه فيه نوع من اعاده انتاج له بشكل اكثر تبسيطا، ولا ما بتحس بهذا الشيء؟ يعني انا بعتقد انت اللي تقول لي يعني يعني نقطه زي نقطه يعني ايه ما فيش حقيقه مطلقه مثلا. يعني طبعا ممكن اكتبها بشكل فلسفي عميق وكذا وكذا، بس انا ما قلتهاش بشكل تبسيط، ما قلتهاش بشكل خطابي. يعني يعني فكره انه المقدس هو علاقه وليس اكثر ولا اقل، التقديس القداسه علاقه، هذا المكان مقدس لان انا مؤمن بانه مقدس، مش لان المكان نفسه في قداسه، ما فيش قداسه توجد في شيء. يعني هي فكره طبعا فلسفيه عميقه، بس انا كمان بختبر قدرتي على انا اقول الافكار الفلسفيه العميقه بشكل يوصل للناس. يعني ده كمان تحدي يعني، تحدي كبير يعني، هذا اكبر تحدي. ايده شمعه يا احبه ونوروني رمشتين من رمش عين وبينداهون من هنا سكت ملام من هنا سكت ندامة سكتين يلا السلامة أمشي فين يا ناس ونولين وشام لا انا بحس ان قضيه تكفير نصر حامد ابو زيد بقت ورايا، لكن قضيه ابتهال يونس ونصر ابو زيد واخد بالك مش ورايا، لانها مؤلمه ما تزال واخد بالك، وجرح نازف بالنسبه لي مش ليا واخد بالك، جرح نازف بالنسبه لي. وكل ما بتذكر اللي قاله عبد الصبور شاهين واخد بالك، اللي قالوا بعض المجلات او الجرايد الصفراء واخد بالك، الجريمه التي لم يعاقب عليها عبد الصبور شاهين مش ان هو رفع دعوه ضدي او انه كفرني، وانما انه سخر من ابتهال يونس لما قالت هذا زوجي انا اعرفه وانا مش مستعد اسيبه، واذا عايزين تفرقوا بينا لازم تقتلونا احنا الاثنين. لن اغفر لعبد الصبور شاهين ولن اغفر لهؤلاء الاسلاميين. الشماته اللي قالها عبد الصبور شاهين لا هي القضيه قضيه الست، يعني خايفه من ان في ازمه زواج وانا مستعد ازوجها. وردت عليه بمقاله عندما قال بعد الحكم طلقت المراه فلتتزوج غيره وادفع لها مهرها من صندوق الزكاه. فكتبت ما قال اسمها فاعل مفعول به، لأنه استخدم صيغة المجهول طلقت المرأة، وكني أداة متعة وحب يعاقبوا نصر أبو زيد فيعملوا إيه، ياخدوا منه أداة المتعة وأنا أتجوز وده ما يطلقوني أتجوز واحد تاني، يعني إيه المشكلة؟ ماشي. وقلت له بقى فيما أيضا تستخدم أموال زكاة المسلمين اللي استأمنوك عليها، ونشرته في يوم المرأة العالمي 8 مارس، كنت هنيئا للمرأة المصرية يعني في يوم المرأة العالمي. ولك هذه سيدة تعرضت لامتهان وإهانة واخد بالك،
ومحدش ياخد باله منها الا قليلين يعني. محدش ياخد باله ان القضيه مش قضيه تكفير نصر ابو زيد، قضيه امتهان كرامه سيده، واخد بالك، استاذه جامعيه بكلام سافل ومنحط. ولما انا بقول قدام الناس ان انا لو شفت عبد الصبور شاهين في اي مكان في العالم لازم ارد له هذه الاهانه، لان في النهايه انا فلاح، يعني في النهايه يعني ايه، بعيد عن كل الادعاءات ان انا فلاح، حد هان بيتي، حد هان مراتي، ومحدش رد عليه. الغاء هذا الحكم ورد اعتبار علني لنصر ابو زيد. لنصر ابو زيد اولا. ليه؟ لان انا لم اكفر، هو الذي كفر واتهم بالرد، والكل يعلم انه ليس ملحدا. عارف لو انه ملحد او مرتد لتركوه في حاله، لكن هم ادركوا خطوره ان يعطي صوره مغايره للدين الاسلامي. اقسم بالله ان الاخوه الاسلاميين الذين فعلوا كل هذا يعرفون تمام اليقين انه ليس كافر، ولكن ما يفعله اخطر عليهم من الكفر، انه يريد اناره العقول ورد الاعتبار للعقلانيه وللعلم، وان الدين الاسلامي مواكب للعصر بالتفسيرات التي يطرحها، والغاء الاساطير والاوهام والحاجات الدخيله على الدين اللي تحولت الى اساطير مقدسه، هذا اخطر عليهم من الكفر ذاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السوم باحث في الدراسات الإسلامية والدعوية. عن القرآن يقول دكتور حامد ناصر حامد أبو زيد: إن الله تجلى في القرآن كما تجلى الله في المسيح، ولكن منذ نزل القرآن في كلمات عربية أصبح بشريا يجوز الطعن فيه. نعم. وعليه. نعم. ممكن تقول لي انت بتقرا منين لو سمحت؟ انا اقرا الان كتاب عن قضيتك. بتقرا عبد الصبور شهيد. هل انت لا تقول ذلك؟ لا تقول ذلك. رد عليك. طيب روح اقرا كتاب. طيب. طيب خلينا نتكلم. طيب خلينا نتكلم بصفه. طيب عشان اسمعني اسمعني. طيب لا تقاطعني. لا 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 تقاطعني. عفوا عشان يعني انت من هذه اللحظه واخد بالك مشكوك في كلامك. ليه؟ لانك ما بتسالنيش، انت بتقرا. انا لحظه واحده انت قاطعتني. لا لا يا زوجك، انت سالتك مما تقرا فقلت لي من كتاب عبد الصبور شهيد او من كتاب عن قضيتك، يعني انت تقرا خصومي وتحاجني بهم. انا لم اقل شيئا بعد، كنت اقرا نصا وانت قاطعتني، وهذا يتنافى مع الاسلوب العلمي والحواري. ده مش اسلوب علمي. لم اقرا شيئا بعد، لم أكن شيئا بعد. فأنا كنت أقرأ سؤالك رجاء وانت الأطفال. أنا كنت أقرأ سؤالك رجاء. سؤالك يا سيدي. يا سيدي يا سيدي. عفوا. يا دكتور قرأت النص. لحظة واحدة. أشهد. قرأت النص وقلت أنت تقول هذا كذب. أنا قرأت من كتاب. أنا قرأت من كتاب نص يقول وعن القرآن يقول كان يجب. يا سيدي كان يجب. لحظة واحدة يا سيدي. لحظة واحدة تعلم. نعم. لحظة واحدة. أنا معلم واخد بالك. نعم. وحين يخطئ طالب لازم أعلمه. أنا أقول يا سيدي. لحظة واحدة يا طالب. لا أخطأ. لحظة واحدة يا قرآن. وأخطأ بحق النبي محمد. أنا أخطأت بحق نص آيات الله عز وجل. أخطأت. عفوا عفوا. من المحاكمة؟ ممكن حسن. عفوا
يا حبيبي قطعني عفوا يا سمحت يا اخوانا قطعني يا سيدي ارجو محدش يتدخل ارجو محدش يتدخل عفوا ارجو محدش يتدخل في الحوار بهذا الشكل ارجو انا مضطرب وقف الحوار سامر بهذا الشكل رجاء نحن الحوار لو سمحتم الحوار بيني وبينه لو سمحتم ارجوكم كمل فكرتك اتفضل بس معك دقيقه دقيقة واحدة ومنحقتك في فكرة حاجة تتحاربني فضل انتوا عم تحاربوني ما انا اللي عاربكم سؤالك رجاء دكتور اتفضل. انت تقول ان القرآن ذو مصدر الهي لكنه منتج ثقافي والمعروف من كلمة منتج ثقافي انه نابع من واقع حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الثقافة العربية الموجودة في ذلك الوقت هذا فهم منك وعلى هذا الأساس حسبت وحكمت في القاهرة بأنك تقول بأن الكلام الموجود في القرآن الكريم هو كلام النبي محمد لكن الله أوحاه إليه بالمعنى بس الكلام النطق المباني هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه واحد ثانيا دقيقة رح تخلص أنت يا دكتور تقول أن هذا القرآن الكريم تقول إن هذا القرآن الكريم أرسل العرب وليس للعالمين وترفض أن الإسلام هو دين للعالمين ترفض عالمية من الإسلام أنا أسألك الآن أرجوك رد عليك من الإسلام أخي أرجوك رد علي أنا قرأت طيب. أنت ما قرأت السؤال يا سماحة طيب ثالثا تنكر الأمور الغيبية من اللوح المحفوظ طيب إيه شكرا صحيح ولا لا صحيح خلاص شكرا لا. انت سمعتني وانا برد على حكايه اللوح المحفوظ دي صح فرديت عليها مش هرد عليها تاني رديت عليها وشرحتها شرح وافي كويس سمعتني ولا ما سمعتش اكيد سمعتني انا كنت بكلم السائل فقط وانا ما بكلم الجميع مساله القران نزل على العرب طبعا نزل على العرب ونزل باللغه العربيه طبعا نزل العرب وخاطب العرب وعلى قدر فهم العرب وعلى قدر عقل العرب وحين نقول أنه خطاب للعالمين نعم خطاب للعالمين ولكن من خلال العرب ومن خلال لغة العرب ومن حق غير العرب أنهم يفككوا الجزء العربي اللي في القرآن أما أسئلتك بقى هل أنت تقول ذلك وأنا يعني أرجوك لا تجعل احدا يقرا لك كتبي سر كتبي مش اسرار كتبي موجوده عند الناشر والناشر قاعد ومتاحه موجوده ومش ممنوعه على المدخل حين تسمح لقارئ ان يقرا لك انت وضعت نفسك في انك الغيت نفسك وهذا ما لا ارضاه لك كما لا ارضاه لنفسي لو جئتني بكتاب لي وقرأته نعم كنت سأرد عليك أيضا ليس من الأمانة العلمية أن تبدأ أنت تقول دون أن تحدد بناء على ما قاله فلان لأن هذه هي طريقة أن الإنسان يستشهد أنت لا تستشهد من مرجع ثانوي ثم تكتب في الهامش وأنت باحث المرجع الأساسي أنت تقول الطبري نقلا عن نصر أبو زيد عشان إذا وقعت في خطأ يكون الخطأ خطأ نصر أبو زيد وليس خطأك أنت مع الطبري هذه ألف باء البحث العلمي وأنا برد عليك لأنك باحث لأنك قدمت نفسك كباحث كنت سأحترم لو كانت استشهادك صحيحا ودقيقا لكن بدء بالاستشهاد الخطأ الأستاذ بيروح شاطب ومد صفر وأنا من بلدنا من جيلي يعني من سني بس ما تعلمش أبوك النحاس عارف أنت النحاس اللي بيبيض النحاس واسمه اختار
وكان في احنا اطفال هو مختار النحاس وما اتعلمش وانا اتعلمت. فمختار ابن طبعا عجز الراجل فمختار ابن انا واخويا عرف طبعا اخويا هايلة فلازم انا ابقى ناصر فراح واخدني بالحضن وقال لي انت ما انتش فاكرني قلت له انت مختار ازيك يا مختار انت مختار النحاس فاخويا ضحك قال لي لا ما عادش بيشتغل نحاس دلوقتي ازيك يا مختار وما اعرفش ايه وبتاع وفعلا يعني إيه انت بتلتقي بطفولتك يعني. فمشي مختار حط ايده على كتفي ومشينا فبعدنا عن اخويا شويه قال لي قول لي يا نصر ايه الموضوع قلت له موضوع ايه قال لي موضوع الدوشه دي كلها انت صحيح يا جدع انت كافر ركبيش قلبي موده شديده جدا يعني هو لو انا قلت له انا كافر مش هيزعل انت صحيح قلت له يا مختار كافر يا مختار يعني قال لي انا عارف يعني انا مش مصدق الكلام الفارغ ده بس ايه الحكايه يعني واخد بالك فقعدت احكي له الحكايه وشركه توظيف الاموال وما اعرفش ايه وبتاع قال لي بس في حاجه كمان يا نصر قلت له ايه قال لي الغيره قلت له غيره ايه قال لي لما حد لما مؤاخذه يطلع من محافه زيك كده ويبقى عالم كبير والعالم دي عالم ولا كلب لا والله العالم دي عالم ولا كلب اهلهم صرفوا عليهم انت راجل طالع قال لي بيغروا منك قلت والله جايز يا مختار قال لي والله العظيم هي غيره تعرف هو بنى المساله على ابناء قحافه وابناء المدينه شوف قد ايه المسائل مصر ديت واخد بالك عمرها ما موقف ضد ابتهال انا كنت اعرفها طبعا قبل نصر وكنت اعرف نصر قبل ابتهال يعني كنت اعرف كل واحد من حياة تانية ابتهال طبعا الحقيقة مظلومة في العيشة بجانب نصر يعني ابتهال عندها طاقات بجد ابتهال عندها قدرة على العطاء بجد ابتهال يعني عايز اقول ايه بتخفي نفسها كتير بتتوارى كتير ورا شخصية نصر عشان شايفة ان ده يعني الدور الصح اللي المفروض تلعبه زوجة يعني لكن ابتهال دورها في من ساعة ما عرف نصر حتى هذه اللحظة يعني دورها أصلاً أثناء القضية واختياراتها للاستمرار كل الحاجات دي ومواجهة مجتمع كامل ومواجهة عيلة ومواجهة فده أتصور أنه عمل ماضي لا يمكن تجاوزه. أنا دايماً أهزر ما أقوله وهو ده كلام جد أحلى حاجة في الدنيا نموت مع بعض في نفس اللحظة يقول لي لا لازم انت تعيشي عشان الأوراق وعلشان يعني فاهم ازاي بيديني أوامر مسؤوليات يعني كالمعتاد لازم تعملي كذا في الشقة لازم تعملي كذا في البيت هو ملوش دعوة يعني هو يقول رغباته فقط وأنا أتحمل الجانب العملي في الحياة فهو عايز نعيش بعديه عشان أتحمل الجانب العملي في الحياة عشان يريحه دماغه ومين قال إن أنا أقدر أعيش من غيره يعني اشمعنى هو ما يقدرش يعيش من غيري الشعر طبعا موافق تماما ابن عربي بيقول كده ابن عربي فيلسوف صوفي مسلم بيقول لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلاني وكعبة أوثاني ومصحف تورات ومعرفش ايه انجيلي بعدين صحائف قرآن أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني هذا متصوف عربي يقول يفرق لكن هذا يحتاج إلى محاضرات وده درسته لكن علي ما خدش باله منه وهذا يميز بين إله العقائد وإله الدين إله الدين واحد إله العقائد مختلف ومسعى الصوفي من خلال إثارة التجربة الروحية في التجربة الدينية كلها أن يسعى إلى معانقة هذا الإله الواحد خلف إله المعتقدات ده أيضا اللي خلى قلب ابن عربي قابل لكل الصور من هنا أنت أخي ولو كنت تعبد الحجر ممكن تعطي الورق أنا في مسح السؤال بس إذا في إزعاج ما يعني أطلب إلا سمت
لماذا الخطاب الإسلامي السائر حالياً بيوقف عند الطقوس والشكليات بهالفضائيات وبهال كلهم؟ كيف بتجامع مرتك؟ كيف بتصلي؟ كيف لازم تحجب بنتك من عمرها 7 سنين ولا 8 سنين؟ بعدين الدول الكبرى يعني كل الصورة انه المرأة فقط بيوقع عليها هل الوزر المتخلف يعني المرأة إذا أسئلة فعلا كتير كتير مختصرة بأخذ كمان سؤالين بس رجاء. حضرتك تلخص أن الدين عنصر أساسي وجوهر لأسس النهضة. أنا شخصيا بعتبر أنه هو عقبة تاريخية. شو رأيك؟ حابة أعرف رأيك بالجدل القائم حول مسألة الحجاب بفرنسا وبأوروبا اليوم. خلاص اوكي هدوء رجاء. هل الاسلام رافع للتقدم؟ هل الاسلام عائق ضد التقدم؟ سؤالين مهمين جدا. عفوا. طبعا الاجابه في على كل سؤالين ممكن تكون نعم وممكن تكون لا، لانه اذا 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 حددنا الاسلام، لانه لما قلت الاسلام عنصر الدين عنصر من عناصر النهضه طرحت بعد السؤال ولكن كيف نفهمه حتى يصبح عنصر من عناصر النهضه؟ لان اذا فهمناه الفهم المتجمد يصبح عنصر من عناصر الاعاقه، لا يكون جزء من النهضه وانما يصبح معوق للنهضه. وانا بنتكلم عن الفكر، عن الفكر الديني، يعني لما نستطيع أن نقول الدين، لأنه الدين منظومة معقدة جدا. الدين المعنى الديني المنتج في لحظة تاريخية محددة في منطقة محددة، هذا المعنى الديني المنتج يمكن أن يكون عائق ضد التقدم، ممكن أن يكون مبرر للإرهاب، ممكن أن يكون مبرر للقتل، وإذا فهم بطريقة أخرى ممكن أن لا يكون كذلك. فهي مشكلة المعنى المنتج، والمعنى المنتج يقوم به الناس. معنى المنتج ليس قار في الدين، وإنما هو هذا الذي تحدثت فيه في البداية، هذا التواصل بين الناس وبين نصوصهم المقدسة بالفهم. الحجاب في فرنسا، هذا يرتبط بسؤال إسلام الطقوس والشكليات. في جانبين في القضية، ولا بد من الباحث انه يرى جانب القضايا المختلف. الجانب الخاص بالمسلمين التي ترى الحجاب رمز اساسي جوهري، اذا لم تتحجب المراه فهي ليست مسلمه. هذا ليس صحيحا. الحجاب في القران، القران يخاطب امراه بالفعل تلبس الخمار. القرآن بيطلب من المرأة التي تلبس الخمار إنها تدني بخمارها على جيبها. يعني الخطاب هنا كان والحجاب أو الخمار قائم موجود، القرآن لم يؤسس. والجلابيب يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني كانوا بالفعل بجلابيب قبل ما تنزل الآية. يبقى إذن هو توجيه للخمار، لما يمكن المرأة تتحجب وصدرها يبقى باين وركبها تبقى باينة. ونرى الآية جيدا، لأن مركز الدلالة في الآية في الصورة والآية هو التواضع، التواضع والتقوى. لكن حولنا الإسلام إلى أنه يختصر الإسلام في الحجاب. حق هناك بالنسبة للعلمانية الفرنسية مرعوبة من رمز ديني، يعني هناك تضخيم للرمز على حساب المرموز. يتم اختصار الإسلام في رمز هو الحجاب الشكلي. الإسلام أكبر من
من الحجاب. المرأة غير المحجبة امرأة، مراتي مش محجبة، في نظر شيخ الأزهر هي مش مسلمة. هل يمكن اختصار عقيدة كاملة وتراث كامل في شكل؟ ربما يكون الرمز هاما، أنا لا أقلل هنا من قيمة الرمز، لكن ألفت النظر إلى المرموز، لأنه إذا تم اختصار المرموز في الرمز يصبح عبادة الرمز، وهي الشعائر، التمسك بالجلباب، تقصير الجلباب، اللحية، طول اللحية، قص اللحية، قص الشارب إلى آخره، وتصبح هذه العلامات. لا أقلل من هذه العلامات، لأنه رجل بدرس الثقافة وأدرك معنى العلامات في الثقافة، ده في السيميولوجي، لكن أن تتحول العلامات إلى غاية في ذاتها هذا هو الأمر الذي لا يوافق عليه. أن تتحول العلمانية إلى دين هذا أمر يحتاج إلى النقص أيضا. معلش هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. معلش العلم في رأيي، ده رأيي، العلمانية المهددة ببضع فتيات محجبات وبضع سيخ يلبسون العمامة، أعتقد أنها يجب أن تراجع هذه المفاهيم في ظل ما يسمى تعدد الثقافات، تعدد الأديان، المجتمع المفتوح إلى آخره. القرآن في النهاية كما قال الإمام علي بين دفتي المصحف لا ينطق، وإنما ينطق به الرجال، أي يفض معناه البشر، وده بيدي العلاقة الديناميكية بين النص القرآني أو النص الديني وبين المؤمنين في التاريخ وفي الواقع إلى آخره. بس ده طبيعي قائد ايه لا عندك موقف نقدي تجاه الوهابية، هذا الجانب النقدي بتفكيرك سيتم تحييده بمشاركتك اليوم بهذا البرنامج. من الوهابية؟ ايه من الوهابية، لانه هي القناة التلفزيونية ممولة سعوديا وبتراعي المملكة برامجها، من هون فكرك النقدي اللي عبرت عنه بكتاباتك تجاه دور المملكة العربية السعودية بالثقافة العربية وترويجها لفكر محافظ والإيديولوجيا الوهابية، اليوم ستكون عاجز عن التعبير عنه بهيدا البرنامج. ليه؟ إذا عاجز عن التعبير عنه وخبالك يبقى مش هكمل البرنامج. بس سؤالي أنا، في حال عبرت عنه شو اللي بيضمن لك إن لن تقوم بمونتاج وتحذف المقاطع المتعلقة بالوهابية؟ ما يا ابني شيء يطلع، هتعمل مونتاج وهتحذفوه وحكف عن التعامل مع هذا الجهاز بس. يعني طيب حاول تشترط علي أن لا تحذف شيئا. طبعا يعني أنت بتشترط طول الوقت ده، خبرك بتشترط طول الوقت ده، لكن أنت مدرك كمان طبيعة العمل الفني، خبرك إذا في تسجيل نحن ستاند باي. نحن عم نسجل وتروح رأسا على دبي. بس يعني كأنه مباشر. لا ما راح نبسها لي، راح نبسها بكرة. مساء الخير، برنامج بالعربي يستضيف الليلة المفكر المصري المنفي خارج وطنه دكتور نصر حامد أبو زيد في استديوهاتنا من بيروت وعلى شاشة العربية. مساء الخير. هل ممكن لفرنسا أن تسمح يعني في ما تسميه إشارات دينية في مدارسها الرسمية، هي التي حاربت إشارات المسيحية؟ هي حاربت المسيحية، لما تحارب المسيحية حاربت الكنيسة. نعم. إلى آخره، لكن هذا واقع تاريخي، هذا واقع تاريخي تماما، لا يمكن للتجربة العلمانية الفرنسية أن تظل أسيرة اللحظة التاريخية التي أنتجتها، إن ده معناها أنها عقيدة لا تتطور، بالضبط زي الوهابية عقيدة لم تتطور، لأنها تعيد إنتاج نفسها طول الوقت، وأي عقيدة بتعيد إنتاج نفسها تدخل في التآكل. إذا بسمع كمان رح توقف لحظة قبل ما نكون مع الفقرة الأخيرة ودكتور نصر حامد أبو زيد.
الناس عم يرشفوا بفتكر محل ثاني. انا بكشف، انا ما خصني. ستاند باي. Four, three, two. أنا بدي أشكرك بس بدي كلمة إيه أو لا. لو كانت القصة عكسية الخطر كان على ابتهال روني سواد، هل كنت تصرفت نفس الشيء؟ ما أعرف يعني. أنا 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 بشوف إن الستات أقوى من الرجال. دكتور نصر حامد أبو زيد، شكراً لوجودك معنا على شاشة العربية وبرنامج بالعربي. شكراً للمشاهدين، لوفائهم، وإلى اللقاء. يزعلوا الوهابيين بيحاولوا على فكره يجملوا نفسهم دلوقتي طبعا، بس كل امكان ماشي الحال. عارف انا انك انت عايز جنازه وتشبح فيها لطف. هنشوف يعني، هنشوف. واذا اتشالت ماليش اي علاقه بيهم بعد كده، وهفضحهم في الجرايد. عندنا وثيقه، وعندنا وثيقه. ده احنا له امل يا جدع. وانا عمال ادور على حته واخد فجت زي الحلاوه. بس كيف مرقت على الايه تبع الوهابية؟ ما انا قاعد بقول لك يعني البحر جرحه ما بيتبلش، وجرحنا ولا عمره دي بالبحر يضحك. الشيخ امام اعتقلوه فتره طويله جدا، مفيش اتهام. النيابه مش قادره تقدم، ما يقدرش يعملوا اتهام انه بيغني، فلازم يفرقوا عنه يعني. فاسم مأمور اسم الضرب الاحمر استدعاه وقال له اسمع يا شيخ امام، شوف بقى انا حفل عنك المره دي، بس مش عايز اشوفك. انا عملت 120 مكالمه تليفون عشان افرج عنك. فقال له يا سعادة المأمور، هي التليفونات بتشتغل دلوقتي؟ سهرنا سهرة بين الشباب وسمعنا الشيخ الإمام، شو يعني لك؟ وأنا بكيت، مش أنت ما خدتش بالك؟ أنا خدت بالك. خدت بالك؟ وأنا بكيت، يعني اللي بيعنيه لي شيء غريب، لأنه الشيخ إمام في سهرة في سنة 99 في المغرب. وكانت سهرة شباب زيكم كده، شباب مزعجين ومزعجين، واخد بالك؟ ودعوني، وكانت المحاضرة، عملت محاضرة في المدينة اللي على البحر في الشمال اسمها ايه؟ طنجة. وبعدين في الليلة الختامية عملوا نفس العشاء ونفس وغنوا الشيخ إمام. واحد بيسموه الشيخ إمام المغربي. ما كنتش سافرت مصر، وهم زي ما حصل لي في دمشق، كنت معايا في دمشق مع محمد منير،
وهما بدأوا يغنوا الشيخ إمام، والشيخ إمام مرتبط بالمد الوطني والقومي وحركة يعني والحركة الطلابية، ويعني إيه فما بقتش عارف أمسك دموع. وهم برضو اضطربوا مخبالك، وأنا قلت لهم لا، وحبوا يوقفوا ما فكروا إنه ده مش كويس يعني، وقعدوا يعترضوا لا 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 يعني. وكان أول مرة يسمعوني وأنا بقول لا أنا ما بخجلش من دموعي، يعني فعلا ما بخجلش من دموعي، يعني أنا راجل عاطفي. الليلة دي فكرتني بنفس الليلة 99 2004، واخد بالك؟ بس دموعي هنا جت من مش الشيخ إمام، دموعي جت من هنا من نفس الشباب المثير المستثار المستثير، واخد بالك؟ واللي عايز يعمل حاجة، واخد بالك؟ واللي هو عايز يعمل حاجة ديت يعني. وحسيت انه انا من غير ما اغرك يعني، واخد بالك؟ او اغركم كلكم كده، وحسيت ان انا طول ما انا الشباب ممكن يحسوا ان انا معاهم، ان انا بخير، ان انا بعافية، ان انا ما عجزتش. فانا دموعي كان لها معنى ثاني خالص يعني، كأنكم كده انتوا نفس الشباب بتاع المغرب من 5 سنين. انا مش واخد بالي نازل نازل، مش واخد اخوانا متربصين بيا. لا أخفي عليك إنه التعاسة الحقيقية الناتجة عن المشاكل اللي حصلت كلها هي جات من إن أنا ما بدرسش في الجامعة، مش من إن أنا بكتبش كتب، لأنه أنا كنت بقوم بالدورين يعني، من خلال عملي كأستاذ جامعي وبدرس لأجيال وبشرف على رسائل، بعمل الواصلة بين الكتاب وبين جمهور أوزعب. الحرمان ده اللي حصل نتيجة الحكم وكذا وكذا هو أقصى عقاب نلته في حياتي، بس هو مش عقاب لي أنا كمان، ده هو عقاب للمجتمع. كم مصاريف الدراسة هنا يعني؟ جامعة الأمريكية بيروت غالي جدا. ما فيش شك ان انا في اي مكان اسمه جامعه، واخد بالك؟ وبشوف الشبان والشبان وبشوف قاعه الدرس، حتى لو انا الجامعه دي مش انا بنتمي اليها شخصيا، ما فيش شك ان ده يعني مكان محبوب بالنسبه لي. لم ادعى لاي جامعه عربيه، فيش جامعه واحده، واخد بالك؟ غير الجامعه الامريكيه. أصبحت كلمة المشروع الفكري يعني كأنني نبي، أنا لست نبيا، والمثقف العربي يجب أن يتواضع، أهل الأوان المثقف العربي أن يتواضع وأن يدرك أنه يقوم بدور نفس الدور إذا أحسنه، نفس الدور اللي يقوم به بيغرس الشارع إذا أحسن دوره. إنما بما أنني مثقف فأنا أمتلك يعني جناح الذل والرحمة، وأنني مسؤول عن هذه الأمة، وبعض المسؤولين يقول أنهم مسؤولين عن هذه الأمة. لا أنا زعيم ولا أنا قائد ولا حاجة خالص يعني، والتواضع ده احنا محتاجينه علشان تتواضع خططنا السياسية. خططنا السياسية تمتلك الحقيقة، لأن المثقفين بيمتلكوا الحقيقة، واحنا ممتلكين بمتلك الحقيقة، واخد بالك؟ لأن المثقف اللي يمتلك الحقيقة هو القدم الأخرى للديكتاتور. خادم الدكتاتور هو المثقف الذي يملك الحقيقة. الباحث هو باحث بيخش الجامعة ويخش المدرج ويروح المكتبة ويجيب البحث ويفشل ويطلع بحث كويس ويطلع بحث وحش ويتعلم من أخطائه. يعني أسطح أسطح وشح. لكن أنا بعمل مشروع
ولنا يعني وهذه الامه مستقبلها واقف على يعني على على ما اكتبه ولا حاجه خالص. انا كل اللي بقوله لهذه الامه يا ايها العالم اذا ما عجبكوش كلامي ارموه في التراب بس ما تموتونيش. انت عايز مطلب بسيط اكتر من كده؟ عجبي على فرعي كان أصلهم واحد. خروج جذب طه حسين من الجامعة في جنازة مهيبة جدا أشارك فيها أساتذة الجامعة وطلاب الجامعة ومواطنين ومواطنين ربما بعضهم أمي، كان تجسيد لحلم مثله شخص طه حسين، العلم كالماء والهواء. ده كان بالنسبة لي هو المعنى ده، يعني ده لم يحدث وما تكررش ومش هيتكرر. وما يزال طه حسين بالنسبة لي مش بكتاباته فقط وإنما بحاجات كتير جدا رمزية، يعني الأعمى الذي جعلنا نرى، يعني ده اليوم اللي بحلم به، مش إن اسمي يعني يحفر واسمي يمحى، لما كل الأسماء تعيش وكل الأفكار تلاقي فضاء. صدقني ده الشيء الوحيد اللي ممكن أحس فيه بأنه بدأت تبقى فيه طاقة أمان، مش اسمي، لا أسامينا كلنا محمد عبد ورشيد رضا مع بعض أخبالك، وحسن البنا ولطفي السيد أخبالك، معرفة أخبالك، مش طرد ونفي وإثبات. إذا الحلم ده بيتحقق يبقى هو ده اليوم اللي الواحد يحس الإنسان فيه إنه التاريخ بدأ يعني يقف على رجليه. والوعد لما انقطع يا ربي يا واحي يا ربي يا واحي ريحت بيه ألوفات واللي تعب لماذا التركيز على جانب التخويف دون جانب البشارة في القرآن وفي الدين بشكل عام؟ يعني كنا واحنا أطفال بنسمع القصص المفرحة، أطفالنا الآن بيدرسوا في المدارس وأنا بشوف الكتب المدرسة عن التخويف عن العذاب، يعني النموذج اللي هنا الأخ ناصر طبعا كان وأنا لسه بدرس في الجامعة كنت ساكن مع ثلاثة أزهرية في شقة واحدة، واحد منهم كان بيصحى كل يوم مفزوع من النوم يحلم انه في جهنم، فلا إذا كانت حالة يعني يصحى مفزوع من النوم لانه من كتر الآيات جهنم والعذاب بيصحى فاهم انه في جهنم، يصحى من النوم يفوق ونفوقه ونقول له انت مش جهنم لسه ما رحتهاش هتروحها ان شاء الله ما تستعجلش علشان يضحكوا فلا يضحك طبعا ينام تاني فيروح جهنم تاني لانه ما بيعرفش يضحك لانه لا يعرف ان يضحك. التلفزيونات لا تعرض فنون بصريه، التلفزيونات بتجيب مشايخ للاسف الشديد يعني ما فيش جمال في تعبيرات وجههم وبينظروا نظرات يعني ما تفهمش زعلانين من ايه بالظبط يعني يقول له يا عم ابتسم النبي تبسم يعني انه غاضبين يعني يقدموا نفسهم باعتبار الاسلام شيء يعني ضجر في كراهيه للعالم، هذا العالم كريه. ايه المشكله ان
حد يمثل الصحابي؟ ايه المشكله ان حد يمثل حمزه؟ يعني ما هو ابو جهل كان في نفس العصر، يعني ليه أبا ليه مثل ابو جهل وادوله شرف التمثيل الدرامي واحرم حمزه من شرف ان يمثل دراميا؟ ليه احرم تاريخي من انا اعلمه لاطفالي واعلمه للناس تعليم درامي؟ وليه المسلمين يطلعوا لابسين ابيض وعينهم مسبله؟ وليه الكفار فيهم حيويه؟ بحيث انك كان المسلمين اتخلقوا فجاه من طينه اخرى. هنا في 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 اشكال ثقافي، عدم التمييز بين الفن والواقع. مش الفن تمثيل الواقع، الفن اعاده صياغه للواقع، وده كلام قاله الحاج ارسطو عليه رحمه الله وبيقولوه من يمان لغايه دلوقتي. لكن اذا طلع اي ممثل مصري مثل دور ابو حنيفه مثلا نباس بطل تمثيل بعد كده. ابو حنيفه في القرن الثاني الهجري ما يصحش تمثل حاجه بعد ابو حنيفه، هتطلع بعد ابو حنيفه تمثل شاب بيحبه وتقعد يرقص وكده. كانه يعني في قصص كتير عن هذا الوهم ان الممثل ده تحول بقدره قادر بمعجزه الى انه يبقى هو الشخص اللي بيمثله. ومش هحكي لكم اللي حصل لاحد الممثلين السوريين اللي مثل دور شخصيه تاريخيه وراح السعوديه استقبلوه كما لو كان هو الشخصيه التاريخيه. والممثل الخص اللي هو بيقوم بدور الشرير دفوا في وشه ومنعوه من دخول السعوديه. تقول له يا عبد انا بمثل، انا كنت والله العظيم وانا، انما يقول له تفو عليك لن تدخل ارض المقدس ايها الغالي. هذه القصه سمعتها يعني من مصدر صاحب القصه. طبعا اي مرء كان يحب يبقى عنده اطفال، بس بحمد ربنا ان مفيش اطفال، لان في الظروف دي ظروف غير طبيعيه، ما كانش ممكن يعني فاهم ازاي. احنا برضو كبار استحملنا، لكن انت متخيل وجود طفل في مثل هذه الظروف؟ يعني كان ممكن ان يدمر نفسيا. وبعدين الامومه والابوه مش عامل بيولوجيا يعني. ففعليا انا مثلا اتصور بتعامل معايا باعتبار تلميذه البكر مش ابنه البكر، يعني انا ما بتصورش ان هو بتعامل معايا باعتباره ابويا كويس، ولا انا بتعامل معاه باعتباره ابويا، بس انا بتعامل معاه باعتباره يعني استاذي اللي في بعد كام شهر تحول لصديق، صديق بجد. قلت له الحياه اختيار، اللي انت مؤمن بيعمله وانا معك. ما قلتلوش انا وراك، قلت له انا معك، في فرق. قبل كده كان عندي مناقشه رساله الدكتوراه في الجامعه، حاول الامن انه يسنيني يعني الذهاب للجامعه، وان انا يعني افوض حد من الزملاء وانا رفضت تماما ان انا اعمل ده. فروحت الجامعه ونقلوا مناقشه الرساله من المدرج الكبير اللي هو عاده الى حجره صغيره، وعملوا ضروره ان اي حد هيحضر لازم يكون مسجل لدى الشرطه. كان شيء سخيف وشيء وانا داخل من باب الجامعه تحت الحراسه المشدده وسيارات مش عارف ايه وامن وقفلوا اغلقوا الشوارع المؤديه للجامعه كان رئيس الجمهوريه رايح الجامعه. وفي قلب هذا الحزن قلت لابتهال يعني يا ريت امي او ابويا كانوا عايشين عشان يشوفوني ويشوفوا ابنهم كده داخل بهذا الموكب، ولا رئيس الجمهوريه وفضوا الجامعه والكلاب البوليسيه. دخلت الجامعه حاطين على باب الكليه اللي هو الجهاز زي اللي في المطارات كده، شيء محزن. وانا دخلت الجامعه قابلني زميلي سيد البحراوي ورا باب الكليه باكيا، خدني بالحضن وباكيا. قلت له يا سيد ما ينفعش، دي كانت العباره اللي قلتها، ما ينفعش. واحنا راجعين بالسياره احنا وانا وابتهال نطقنا في صوت واحد، ما ينفعش ان احنا نيجي ندرس بالجامعه بالشكل. احنا علاقتنا كانت مبنيه على لحظه انتصار داخل الجامعه كويس في المكان ده ولحظه تاثير في المكان ده ماشي. طيب لما هو ساب المكان وماشي وانا مش قادر اعمل حاجه اوكي، والقضيه كانت غريبه اصلا كمان، يعني القضيه كانه
كأنه كان في وعود من جهات مختلفة، يعني ما تلعبتش قضائيا الحقيقة. ماشي، فهروح اقول له ايه يعني بالظبط؟ يعني هروح اقول له معلش احنا شكلنا وحش، احنا اتهزمنا، احنا حسبناها غلط. طبعا الانسان بيصاب بالارهاق لانه عبء تقيل، وده بينعكس على النواحي الصحية او النواحي العصبية، بس الامر يستاهل. يستاهل ليه؟ لان نصر يستاهل. ويستاهل ليه نصر؟ عشان بحبه. بتحبيه ليه؟ من غير ليه؟ هي اخر مره رح اخر مره حصور معك ليه اخر مره صور معايا؟ لانه كده زي ما تكون بنودع حتموت. لا 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 بعدين احدنا حيموت. لا 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 اخر مره حصور معك لانه حارجع اروح على المونتاج، حاعمل المونتاج خلاص. اوكي، يعني صار عندي مواد هي، وبعدين وحابب صور. ممكن تاخذ اذن انك تصور اللقاء النهارده؟ ايه حشوف اذا فيني زواج لما يجوا الشباب يعني تبع ال تبع البي بي سي. هالحاج لا حكيت عن المسيحيه لماذا كانت المسيحيه في القرن في هذا الوقت بالذات ايه رد الفعل؟ يعني انت صار في الكلام انه دين وضعي مش كده؟ نعم دون دين وضعي. نعم شيخ؟ لا تقريبا يعني بس انا بدي اتدخل، معلش دخلت يا انا فعلا هلا خايف شوي لانه مواضيع جدا حساسه و لا دايما لا مواضيع جدا حساسه وبحاجه لوقت وتعمق. اذا طريقه الاسئله السريعه انا خايف يصير، لذلك خايف يصير في سوء فهم. لذلك محمد انا عمالي بقول للدكتور هذه الاسئله تقريبا، هو لانه انا والاخ زهير بحثنا برضه لازم نعرف شو اللي نيجي نحكي فيه، يعني مش حنيجي برضه نسالك على ترى الاربع اسئله حافظينها. المواضيع هتلاقيها انها ريلي زي ما تقول فعلا مناسبه للسريع، وبعضها انت حاكي فيها. ما هو احنا ليش ما تعطي الاسئله من قبل اللي يحضر؟ احلام نحن نعطيك الاسئله. الراجل هي يجاوب دكتور نصر نعطيه اسئله مشان يجاوب عليها؟ لا يحضر طبعا. لا يا رجل اعوذ بالله. اذا الدكتور نصر بده تحضير يعني نقلل من قيمه الدكتور نصر بده نعطيه اسئله مقدمه؟ كانك عم تقول له لواحد اخي هي الاسئله تبع الامتحان تبعك. شو امتحان؟ مش كورس، هو فكر. هذا الفكر نحن بدنا ننقله مثل ما هو. يا اخوانا يا اخوانا لا تختلفوا. دكتور صفي لك اياها. طب يسألك انت قريت شو؟ قرات يعني قرات مراجعات الى حتى اكون امين، مراجعات لانه احنا الموضوع خليني اقول لك ليه، لانه احنا ما جينا نناقش كتبه. هاي النقطة برضك تانية، حتى لما حكينا قبل ما جينا نناقش كتبه، جينا آراءه تقريبا احنا رؤوس أقلام يعني جبناها، بس هو البرنامج هذا طبيعته ما هو للنقاش العميق، عرفت كيف؟ وإلا كان بدك توقيت طويلة. أنت يعني ما لك قري ولا كتاب؟ قرأت مراجعات لكتب، مراجعات مستفيضة بس ولا كتاب؟ يعني بجوز قرأت كتاب مش ذاكر، يعني هلا أتذكر هلا مش ذاكر، بس أنا قرأت مراجعات قي يعني عندي إياها حتى أفرجك إياها. شايف؟ هلا عم صور معي وقت نبتدي. ايه ما رح لا رح سكر بعدين. بس دكتور من خلال هيك انواع من البرامج وصلت شيء انت؟ وصلت ايه؟ وصلت افكار؟ يعني في حدود البرنامج اعتقد ان في حاجه حاصل، ده حيبان لما الناس تشوف البرنامج. انا ما اقدرش احكم. فليش تقبل هذا؟ يعني ده حاجه من الاثنين، يا اما انت ما تعملش خالص مع الاعلام،
وتظل تكتب كتب محدش يعني يراها. لا تتعامل مع لاند من شروط. كان فيك تقول له شرط او اول شيء تسال شو هذا البرنامج، حط له شرط شو طبيعه الاسئله، وقال له ما بدي اسئله استفزازي. هو وعدك فوق ما يسالك اي سؤال استفزازي، وما كانش فيه سؤال لا سالك الاسئله تبع الوحي اللي فوق، قلت له انا ما راح اسالك اياها. انا ما يعني ايه ما باخدش الناس حرفيا. هو عنده اهدافه واخد بالك، ما فيش شك يعني، ما فيش حاجه بريئه في المساله يعني، واخد بالك. وانا إذا ببقى راضي عن إزاي أنا تعاملت مع المسألة يعني، أنا رافض إن أنا أعمل إجابات أي أو لا، خد بالك، أحط الإمكانيات، خد بالك، لأن هو ده إذا عايز توصل الناس والناس تفكر، محتاج إنك تحط الإمكانيات، إنك تخرج من دايرة إنك مع أو ضد، خد بالك، مع أو ضد ده موقف سهل يعني، إنما الصعب بقى، خد بالك، إنك أنت تحط للناس الخيارات. كان في حاجة حصلت لا لا بس انت حاجة بعدتك عني. لا بس حاجة بعدتني عنك. كان له علاقة انه انا كنت شو يعني انت كنت متغير. كنت بلاحظة يعني حسيت يعني بس ده بان حتى في سلوكك. لا لانه حسيت يعني كما لو كان انت يعني ايه يعني زعبان. انا افهم انك انت بقالك يعني ايه تحفظات او شيء من هذا القبيل، افهم ده، بس ان ده يأثر على يعني على سلوكك الشخصي ده اللي غريب يعني. يمكن الخطأ الأساسي إنه العلاقة الصداقة والمحبة والعلاقة الإنسانية اللي بيناتنا واللي هي شيء أساسي وهذا بيضل وما بيتغير، بلحظة ما كنت قدران بعدها عن الفيلم يعني، أزمتي بالفيلم خلقت إنه ما عم بقدر أفرق بين الاثنين يعني، إنه بحس يعني حتى هلا مثلا عم نحكي وأنا كامش الكاميرا، بس أنت بتعرف المحبة والصداقة هذا الشيء ده اللي أنا يعني إيه يعني عارف بحرص عليه يعني. يعني محمد حاكم إحنا عادنا سنين منشوف بعض سنين، لأنه أنا أثمن حاجة في حياتي العلاقات الإنسانية يعني. وبعدين أنت بالنسبة لي يعني من أول ما تقابلنا في دمشق، بس دكتور في شيء بحس انا كمان يعني، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء انساني يعني، الغربه دكتور شئنا ما ابينا، انا عشت بالغربه بتغير وبايام بتبعد شوي، وغربتك دكتور بالشكل اللي صارت وبالاسلوب يعني هي كانت بتعنينا قلنا كلنا، بس اخر شيء صارت اليوم يعني انت اليوم عم تفكر تعيش تقاعدك هون، مع انك فيك ترجع يعني بالنهاية انت تغيرت كمان دكتور، يعني انت صار لك حياتك هون، لك ريزم حياتك لك، وانا لساعتي بالمنطقة، انا بقلك انا بلقط حالي كل ثانية بدي قلك انه رجع على مصر بدك تقول مش مكانك هون ولا معركتك هون على حدش قال معركتي هنا. لا مفهوم، لا عم بحكي حتى التخلف والمشاكل والدولة والكذا، بس أنا واثق دكتور الطاقة كمية الكالوري اللي تاخدها لتفكر ولا تكتب ولا تغضب اللي تاخدها باليوم بمصر هون بدك سنة لتقدر تاخد نفس كمية الطاقة، فهذا أنت بجوز هون في راحة بال، فأنا بحس إنه لا رجع شو ما كان الثمن دكتور، وما عاد في ثمن إنه دكتورة ابتهال بتدرس هونيك، عندك بيتك هونيك، ليش لتكتئب هون؟ ليش لتقعد هون؟ مش مكتئب، رح تكتئب دكتور، بكرة بتشوفك رح تكتئب لأنه ما رح تكون عندك خلص. أنا بقى أنت 13 سنة يعني إيه يعني خلينا بس إيه يعني إيه، أنا عايزك تديني واحد وان سينجل يعني بيرسون في مصر قادر يواصل عمل، يقعد يشتغل، يقعد يكتب بيبر تستاهل، إلا إنه يبقى عايش حياة مرفهة جدا، خبرك، ولا ما عنديش حياة مرفهة جدا في مصر، ولا حيبقى عندي في الوقت اللي أنا هحس بالحاجة إن أنا أرجع مصر هرجع، خبرك، يعني طول الوقت القرار في إيدي،
إذا أنا مش واخد قرار بإن أعيش هنا فوريفر، ممكن أعيش فوريفر طبعًا، خبرك، بس أنا مش واخد قرار. إن في حاجة يعني محمد حكم رجعك لي، أنت قلت لي مش فاهم، ما فهمتش العبارة دي يعني. طب بس إيه حسيت بالمقابلة أنت، بالمقابلة حاكم؟ كان في حاجة حصلت يعني. وأنا فاكر كنا بنستخدم كتير قوي يقول جيلنا وجيلكو يعني حاجات بالشكل ده، فأنا فاكر إن أنا كنت مثلا أقول له إحنا جيل بلا معركة، ما عندناش معركة أصلا، مش مسموح لنا إن إحنا ندخل معركة، بس أنتوا على الأقل دخلتوا، فيقول لي إحنا دخلنا معارك وتهزمنا، واخد بالك؟ فأقول له حتى الهزيمة خبرة. البحر جرحه ما بيتبلش، وجرحنا ولا عمره دبل، البحر بيضحك ليه وانا نازل عن باقي الأولى. صبرين وبحر ما يروينا، شايلين بدال العلة علل، والبحر بيضحك ليه ليه وانا نازل زل عن باقي الأولى. ايوه